نرحب مجددا بضيفنا الدائم وزميلنا تسير مفرج خصائص العلاقات العامة والإعلام بهدف في حديث عن المهارات المهنية للموظف. مرحبا تسير. حياك الله محمد. المهارات المهنية، وقبلها بحلقتين تحدثنا عن المهارات العقلية. احنا محمد لازلنا نتكلم في انه كيف نبحث عن الموظف الفعال، وتطرقنا لثلاث اشياء اساسيه، ثلاث مهارات اساسيه لابد ان يملكها الموظف الفعال. المهاره الاولى كانت المهاره العقليه، وتكلمنا عن جزئيه منها اللي يتذكر، واليوم حنتكلم عن المهنيه، والحلقه القادمه ان شاء الله حنتكلم عن المهارات الاجتماعيه في التواصل داخل بيئه العمل. نعم. اهميه هذه المهارات محمد انها في الاخير تجعل من الموظف اللي موجود موظف فعال. وخلني اعيد تعريف الموظف الفعال باللغه اللي احنا دائما نقولها، الموظف الفعال اللي اذا غاب فقدته. يعني باللغه هذه انا اقدر اوصل انه من هو الموظف الفعال اللي له وزن ولو حضور داخل بيئة العمل وتفقده فعليا إذا هو تغيب لأي شيء لا سمح الله. المهارات المهنية دائما نردد محمد أنه خليك مهني، دائما نقول خليك مهني، خليك محترف في العمل، خليك بروفيشنال، كل هذه الأشياء دائما احنا نرددها. ولا يغيب عندنا أن القاعدة الأساسية في العمل قول الرسول اللهم صلي وسلم عليه إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه أو فليتقنه. الشاهد هو الإتقان، الإتقان هي المهنية في العمل، والإتقان هذا يعني مهم فيه حتى تكون متقن لعملك أن تكون ملتزم بأشياء كثيرة داخل بيئة العمل، سواء كان الالتزام بالحضور والانصراف، الالتزام بالهوية المؤسساتية للمؤسسة اللي انت أو المنظمة اللي تتبع لها، الالتزام بالسياسات، الالتزام بأشياء كثيرة. خليني أضرب لك مثال بسيط على الالتزام مثلا بالهوية المؤسساتية. أنت مش أنت وأنت جيعان في العمل، حنا نقول لك أنت مش أنت وأنت بتشتغل. أجل. يعني محمد رديني الآن معنا، هو محمد اللي نعرفه، لكنه أنت الآن تمثل روتانا خليجية. صحيح. إذن أنت في العمل تمثل مؤسستك، تمثل المنظمة اللي أنت تنتمي لها. مظلة. لذلك مهم جدا أنك تلتزم بكل شيء يظهر هذه المنظمة بشكل جيد، حتى وإن كان في البيئة الداخلية أو خارج البيئة. ممتاز. لذلك المهنية، وهذا نرجع محمد الموضوع دائما نتطرق له وتكلمنا فيه سابقا، المهنية هي العملانية اللي سبق تكلمنا فيها. صحيح. اللي هي فصل الصداقة عن العمل، وأنك تكون عملاني، المقصود بالعملاني أنك تكون مهني داخل بيئة عملك، بعيد عن العواطف، بعيد عن الصداقة، بعيد عن أي شيء معين، وأن تؤدي عملك بشكل كويس. المهنية محمد يعني تفرض أيضا التزام بالسياسات والإجراءات، تلتزم تفرض التزام بقواعد مثلا البريد الإلكتروني، له قواعد كبيرة وهذه حنخصص لها حلقة كاملة. تفرض الحضور، يعني الحضور والانصراف من المهنية أنا أسميه، إتقان العمل هو من المهنية، احترام كافة الموظفين اللي معاك بمختلف في تدرجاتهم، الزميل والمرؤوس والرئيس، هو أيضا من المهنية، احترام العملاء والمراجعين ومن يخدمهم الشركة هي من المهنية، احترام الاحترام الوظيفة اللي انت تشتغل فيها وإعطاها حقها هذا من المهنية. نعم. الحديث عن الوظيفة في الخارج هذا من المهنية. فالمهارات المهنية محمد هي باختصار يعني كيف تكون تمثل احتراف، وكيف تمثل منشأتك في الداخل والخارج بشكل مهني كويس، وكيف تؤدي عملك بعيد عن العواطف، بعيد عن الانفعالات، بعيد عن المواقف. يعني المهنية تقتضي أنه أنا إذا كان عندي مشكلة عائلية أني أدخل المكتب بعيد عن المشاكل العائلية تماما، حتى أنا أؤدي عملي بشكل مهني واحترافي. إن شاء الله في 2013 تكون أتقننا إلى حد ما، كنا مهنيين في نقلنا رسالتنا في برنامج وظائف. يعطيك ألف عافية تيسير. الله يعافيك. في أمنية حاب تقولها؟ وأنا قبل ما أقول الأمنية، أنا أشكر الأخ إبراهيم الجاني، لأنه الحلقتين أو ثلاث حلقات الماضية تعبته معي، كان هو اللي دائما يحضر لي الحلقات، فيعطي ألف عافية. والأمنية؟ أبو سيد طيار. تسوي دائما لما أكبر سيد طيار. يعطيك العافية تيسير، ونتمنى فعلا انه تحقق الاماني، وكل عام وانتم بخير مشاهدينا الكرام، وان شاء الله العام القادم يكون عام مليء بالانجاز والعطاء.